بناء على معلومات وردت لعناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول بأمن ولاية بشكرة، مفادها تواجد كمية كبيرة من المفرقعات داخل المسكن، وعليه وبعد التنسيق مع النيابة تمت مداهمة المسكن وتفتيشه، حيث عثر على أكثر من 423 ألف مفرقعة وألعاب نارية أجنبية الصنع كانت موجهة لإغراق السوق بمناسبة المولد النبوي الشريف. هذه العملية مكنت كذلك من توقيف 5 أشخاص على خلفية هذه القضية، فيما يبقى شريك سادس في حالة فرار. المجموعة ستقدم لاحقا للعدالة.